شباب هذا خي اتعقد، العم بيقول بلبنان اذا منك جاي قولوا له، قولوا له انه اذا جاي بتنتك بتفوت على الحبس. ما كذب. شو ما كذب يا ايري؟ اذا جاي بنيكو اختك بلبنان ما تشاري على ايري. تبع شو اذا اختصبت واحد بلا ما يعرف ايه بفوتوا على الحبس، مش اذا بتنيك واحد بتاخد هو كمان معك بتفوت على الحبس. يا ايري وين عايش بامريكا يا اير؟ شو خاص؟ ليه عم تدافع عنهم؟ ليه عم تدافع عنهم؟ بدك تصير جاي؟ لا بس قصدي شو خاصهم بالزلمه؟ يا حرام عم ينتاك، ممنوع ينتاك ببلدنا احسن ما نيك ربه. شو خاصك فيه لهالزلمه؟ يا مصو مصو اي رفيق رح تطلع جاي على كبر انت. سلا شو؟ سلا بيرسوناليتي جيجا. بيرسوناليتي والمخابرات بيلاتك بيقول لك بيرسونا ايري يا راس ايري بخليك تمص له اياه. شو بيرسوناليتي يا ايري؟ اخي ممنوع تكون جاي بلبنان يا اير. شو خصهم بايرو؟ بلبنان ممنوع تكون جاي، بدك تنتهي اطلع لبرا. مسلمون؟ يا ايري ما تشارعني يا كريستا باغ غادي تجيو لبان. طب ايه؟ طب ليه عم بتدافعوا عنهم؟ انه ما خصه تصرف صناعيتي. بدكم تصيروا جاي يعني تنتاكوا؟ بجيب لكم واحد ينتاك، بجيب لكم. ما اوكي، انت عم تصاحب وحده لازم تفوت على الحبس. جي؟ لازم تفوت على الحبس لانه صاحبت وحده. مش هيك عم تقلنا، هيك عم مش واحد. شو خصه اذا وحده او واحد؟ يا لك يا عيري ما تخليني ربك يا ممنوع تصاحب جاي.